بيلف على المحلات بره في الشارع. فالجن قاعده قال لي ازاي حضرتك؟ قلت له الله يخليك يا باشا. قال لي انت مين؟ قلت له انا فاطمه. قال لي منين يا فاطمه؟ قلت له من ديروت. قال لي بتبيعي ايه؟ قلت له ببيع نعناع. قال لي بتبيعي ايه؟ قلت له ببيع نعناع. قال لي طب ممكن اشتريهم منك؟ كام دولار؟ قلت له ب250. راح مديني حاجه كده مساعده وخد مني الشكاره كلها ومشى. حاولت ان انا اتكلم معاه في حاجات كتيره عايزه اقولها له. لقيته هو اداكي مساعده اكتر من 250 ولا اقل؟ ايوه اكتر. تمام. اكتر من 250 وراح ساعدني بيهم. وقال لي انت معاكي كام عيل؟ قلت له معايا 4. راح خد مني النعناعات كلهم ومشي. فانا كنت عايزه اكلمه ان انا معايا عيال 4 وظروفي الماديه تعبانه ومش وجوزي سايبنا دول 2 وانا معايا 4 عيال ومش لاقيه مساعده ليهم. انت اصلا من ديروت؟ من ديروت. طب لما انت من ديروت انت قاعده هنا في شوارع اسيوط؟ ايوه ببيع واروح. طب انت بتيجي كل يوم؟ ايوه كل يوم باجي الساعه، بطلع من البيت الساعه 7. باجي نواتي على الساعه 8:30 9. بس بقعد في الشارع انا والعيال بساعه، بجيب العيال معايا وساعه باجي انا لنفسي. لما بيكونوا العيال في المدرسه باجي انا لنفسي ابيع، وعلى بعض العصر كده المغرب اروح. معايا البت دياتي ومعايا 3 اولاد، ابوهم سايبهم ما اعرفش حاجه. دي في سنه كام؟ دي في سنه رايحه 5 السنه دي، كانت في سنه 4 نشحت ورايحه 5 السنه. مدخلاهم مدارس؟ ايوه مدخلاهم الحمد لله. والتاني اللي وراك يا احمد في سنه تاني، ويوسف في سنه 6 الكبير، والصغير محمد مش موديه مدارس عشان هو عنده سنتين ونص. وسايباه مع والدتي في البيت، وانا الحاله الماديه تعبانه وتعبت من المواصلات. انت الاول بتيجي في قطر ولا بتيجي في عربيه؟ لا في عربيه. طب انت بتيجي في عربيه، انت بتدفعي 20؟ هي عربيه ديروت اسيوط 20. 20 بياخدوا نفر على العيال. بتركبيهم 40؟ بتقعدي حد على رجل حد؟ ايوه بقعد. ايوه انا باخد نفر ليا وديتي جنبيه، والولد على حجر دي او على حجرين، واكون جايبين لو جاي. بتدفعي 40 جنيه رايح و40 جنيه جاي؟ ايوه ايوه بدفع 40 رايح و40 جاي. وساعة لما بيكونوش دلة معايا اما اجي انا لنفسي ادفع، يقول لنا برضه في 25 الاجره. واحنا مروحين بالليل يقول النفر نلمها ثلاثات وب 25. بدفع 25 زي الناس. وانا الحمد لله انا عملت لي ب 60 جنيه ولا ب 70 جنيه. بروح بجيب لهم حاجات في البيت عشاء، ونتعشى باللي بيديهولي ربنا والحمد لله. والفلوس اللي معايا تضيع، مش بحوش حاجه. طب وايه قصه جوزك؟ انت قلتي جوزك بيشرب. ايوه جوزي بيشرب ومالش. بيشرب اللي هو الحاجات اللي هي طلعت دي المفسده اللي فزت الناس كلها. مخدرات يعني؟ ايوه ايوه. بيشرب، وانا قاعده عند بيت ابويا دي لي 2 قاعده عند بيت ابويا بيهم. هو في قريه اسمها المحمديه في ديروت. ووالدي ووالدتي والناس مسنين كبار، بيقبض كفاله وكرامه ابويا 570، مش بتكفينا. هو حاول ان هو عايز يقعدني ويوكلني ويشربني بس مش مكفيان. انا معايا 4 عيال وهو وابويا وام 2 وانا يعني 7 تنفار، مش هيتقضيهم ال 700 570. بندفع منها ميه وبندفع منها نور. فانا حاولت ان انا اطلع اساعد عياله واجيب لهم اكل واجيب لهم شرب والحمد لله. والبيت اللي ما عندنا مش مستاهل، بيت مبني بالطوب الاخضر، وفي وقت يقع ساعة ما بتيجي النطر بنبقى خايفين، بنروح عند الجيران عشان ما يقعش علينا.